أسرع سناك لمريض السكر كيتو دايت، بنجيب كوب من البذور، أي نوع بذور أنتم بترغبوا فيها، الكتان أو الشيا أو القرع أو السمسم، أي نوع بذور ممكن نعملها حلو أو مالح، أو ممكن نوضع جوز الهند حسب رغبتكم، واحد كوب عليه واحد بياض بيض، ممكن نوضع بديل السكر إذا بدكم إياه حلو أو بدكم إياه مالح نوضع ملح ونوضع الفانيلا، وهيك بنحركها ونعملها بالشكل اللي احنا بنحبه والمقاس اللي احنا بنحبه، ممكن على ورق زبدة، نحمل الفرن 180 درجة بياخد تقريبا ربع ساعة، هيك أصبح جاهز، ونتركه حتى يبرد تماما. عندي أكثر من 500 وصفة صحية، المهتم بالغذاء الصحي يشترك حتى يوصلكم كل جديد. شايفين كيف؟ أكثر من روعة، أتمنى أن أنتم تجربوها. مثل ما أنتم شايفين هي كتير سهلة وبسيطة، أتمنى تكتبوا لي رأيكم تحت بالتعليقات لأنه رأيكم كتير بهمني. في أمان الله.